يزمك تعرف اللي تونس اليوم هو البلد العربي والإفريقي الوحيد اللي هو عنده الستاتيو متاع شريك في البروغرام Horizon 2020. داكور واحنا اليوم نخدموا باش نقعدوا عنا الستاتيو هذية شريك في Horizon Europe. هذية ما خديناهش كدورة, خديناه خاطر استحقيناه, خديناه على خاطر جبنا معناتها نتائج به. نعطيك أرقام, مثال Global Innovation Index نتاع 2020 اللي هي هذية تقيم التعليم الابتدائي والجامعي والابتكار والتجديد, تعطي مؤشرات. نعطيك زوز مؤشرات وتعطيك تفسر برش حاجات. اللي على حساب 131 دولة الانتاج العلمي بالنسبة للناتج القومي الخام, احنا تونس كلاسي 13 من 131 دولة. يذولي بلاد صغير بإمكانيات محدودة نجم نقوله هنا ستان اكسبلوع ونجم نكونوا فخورين به. نعطيك مؤشر واحد آخر, نسبة الباحثين العاملين في المؤسسات المنخرطة في اقتصاد المعرفة نتيحوا 93. شو معناتها؟ معناتها اليوم احنا منظومة البحث اللي عنا منظومة قاعدة تعطي في نتائج جيدة جدا, وهذا نأكد عليه. والطلبة والباحثين عنا والدكاترة من طراز رفيع جدا, نأكد عليه. المشكلة مش انهم خايبين وما نجموش ناخذوهم, فما الكثير من اذيك اش قلت انا, عنا الكثير من الدكاترة العاطين العمل اللي هما من طراز طيب جدا, اما راهو التعليم العالي ما ينجمش يلابسوغ بكل شيء, ما نجموش على خاطر, وغلطة زادة غلطة على خاطر الباحث ذاك تنجم تكون عنده فاعلية كبيرة وقيمة مضافة كبيرة في النسيج الاقتصادي. أنا نعطيك تقييم دولي اليوم, التقييم ترتيب الجامعات التونسية في العالم, الترتيب متاع تونس اللي احنا كنا رانا بلاد صغيرة رغم إمكانيات محدودة, اليوم دخلنا للترتيب متاع 1000 أحسن جامعة في تونس. نعطيك ترتيب لغاب خاطر هذا الترتيب اللي يهتم يسر بالبحث العلمي. قبل في 2017 حتى جامعة تونسية ما دخلت الترتيب هذا. 2018 دخلوا زوز اللي هما المنار وصفاقس. 2019 زوز ذوكم صفاقس والمنار. في 2020 ولينا أربعة تونس. لنكمل عادة نكمل في الأفكار اللي قلتهم بعد ما توسعوش برشا, عندنا برشا نقاط. المنار وصفاقس ومستير وكارتاج وليوا أربعة. شو معناتها؟ معناتها من عام لعام قاعدة نشوف في تطور, وهذا اللي عملناه الاستثمار في البحث العلمي. صحيح الإمكانيات محدودة, أما اليوم يلزمنا نستثمر فيه. نعطيك حاجة أخرى توريك اللي رقم ذيك 93 اللي احنا خايب الإدماج. يعني اليوم عم ناول وقت الغسرة في تونس في مارس وأفريل, شفنا مراكز البحث شنو اللي عاملوا, معناتها بإمكانيات المحدودة اللي أنت تحكي فيها وعملوا حاجات. أما هاو أنا شنو اللي قلقني, أنا بعد وقت اللي عندي بحث علمي لا ريشيرش سيانتيفيك يلزمني من بعد شكون ياخذ عليا المشعل وتتعدل الغوشيرش اندوستريال, يلزمني كيفاش نشجع المؤسسات الناشئه الستارت اب باش من بعد كيعمل لي البروتوتيب شكون باش ياخذ. رانا اليوم نحكيو على اقتصاد المعرفه. اش معناتها اقتصاد المعرفه؟ معناتها هنا الابتكارات والتكنولوجيا والكل فيهم اون غراند فالور اجوتي.